اهلا وسهلا بيكم. انا دكتوره مريم الحلواني، استشاري امراض النساء والتوليد وزميله الكليه الملكيه للنساء والتوليد في انجلترا. انا واحد من الاسئله اللي كانت جات لي، واحده ست حامل بتسالني مين احسن يا دكتوره، هل اولد ببنج كلي او اولد بالابيديورال بالنسبه للورده القيصريه. اولا عايزين بس نصلح مفهوم، هو ما اسموش الابيديورال، هو اسمه البنج النصفي. هو شبه الابيديورال، هما الاثنين حقنتين بيتاخدوا في الظهر، بس هو الفرق ان البنج النصفي بيتاخد في درجه مختلفه في فقرات الظهر وبيقعد فتره اطول. ده اللي بنستخدمه في حالات الولاده القيصريه. دلوقتي العالم كله اتجه انه الستات اللي بتولد قيصري تولد بالبنج النصفي، لانه هو افضل من كذا ناحيه. اولا التخدير الكلي ممكن يؤثر على الجنين، دي نقطه. النقطه الثانيه ان الريكفري، او ان الست تقدر تقوم بعد كده بعد ما تولد، ان هي تقدر تقوم من السرير وتتحرك وتبقى قادره ان هي ترجع لحياتها الطبيعيه، او ترجع لممارسه ان هي تمشي او تدخل الحمام. كل ده بيبقى اسهل مع الولاده بالبنج النصفي. فدلوقتي كل اطباء التخدير في العالم بينصحوا، او الفيرست تشويس او المفروض الاختيار الاول، ان هو يكون للبنج النصفي مش للتخدير الكلي. طبعا في حالات طبيه معينه بيستدعي فيها ان لازم يبقى فيه تخدير كلي، زي في حالات النزيف الشديد، او لو احنا قلقانين على البيبي او عايزين نعمل ولاده قيصريه بسرعه، ساعتها بنلجا للتخدير الكلي. لكن النصيحه العامه اللي بيلجا بيها اطباء التخدير دلوقتي ان كل الستات تولد بالبنج النصفي.